يعني ممكن لحد الآن لم تعلن داعش مسؤوليتها عن هذا الاشتباك، ولكن نظرا لضعف وجودها وحضورها الإعلامي بعد أن فقدت جميع أماكنها، وبالتالي هي موجودة في الصحراء، ولكن هناك معلومات أن يكون هناك من تسلل من قاعدة التنف ومن المخيمات القريبة، هناك من كانوا ينتمو يعني يحتضنهم قاعدة التنف، وبالتالي تسربوا وقاموا بهذه العمليات ضد الجيش السوري، ووقع منهم أسرى بيد الجيش السوري وقتل منهم 3. أعتقد أن هذا هو الموضوع. أنا لا أتفاجأ بأن داعش ما زالت موجودة، قيادات كثيرة ما زالت موجودة في البادية. داعش كما تعلمنا باللغة العسكرية تقاتل كالسمكة في الصحراء، تختفي بأماكن صعبة، وهي تنتظر متى تغير على أماكن تستطيع الحصول على أسلحة لإثبات وجود ولإثبات وجودها أمام، صحيح لا ليس فقط في الداخل السوري ولكن حتى في الخارج، أنها ما زالت موجودة داعش، لأنها نحن نعرف أن هناك في أفغانستان، في باكستان، في كثير من الدول تحاول أن تنبت داعش في أماكن، بالإضافة إلى ليبيا، جنوبي ليبيا. لذلك هي تستطيع أن تثبت نفسها إذا ما كانت موجودة في الداخل السوري. طيب يعني أستاذ ناجي، يعني إذا هل نستطيع القول أن خطر داعش ما زال متواجدا ويمكن أن يظهر، يعني مع قدرته على تحريك عناصر متوارية عن الأنظار في المناطق التي طرد منها انطلاقا من البادية السورية؟ يعني نحن نتفق أن داعش، الجميع استثمر في داعش، وهؤلاء غرر بهم بأن يكونوا تسمية تنظيم الدولة الإسلامية، ويعيدون إلى أماكن عصور الحجرية، وبالتالي هناك من يستثمر بهم. تركيا استثمرت بهم، وهي من خلقت الكثيرين واستدرجت الكثيرين إلى تركيا وأدخلتهم إلى الداخل السوري. كذلك الإيراني استثمر في هذه الجماعة، وحتى النظام السوري استثمر في هذه الجماعة. لا أدري إذا ما كان هناك نية لدى جهات خارجية بإعادة هذا الملف إلى الواجهة، ولكن هذا الملف قضي عليه بكثير من الأماكن بواسطة قوات سورية الديمقراطية والتعاون مع أمريكا في هذا الموضوع. نعم، كنت معي من بيروت العميد ناجي ملاعب، خبير أمني واستراتيجي، شكرا جزيلا لك.